حدث في أسبوع الثورة. الجمعة 28 من يونيو 2013. في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة اتسعت دائرة الاعتصامات أمام دواوين المحافظات لإسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي، ودعت الجماعة الإرهابية إلى حشد مؤيديها بالقرب من المواقع الاستراتيجية بالمحافظات لمواجهة جموع المتظاهرين الغاضبين، فبدأت فاتورة الدماء قبل الوصول لذروة يوم الزحف. وشهدت صلاة الجمعة مشادات في المساجد بسبب تكفير بعض الخطباء لمن ينوون الخروج في 30 من يونيو ضد الإخوان، مما دفع المصلين إلى إنزالهم من على المنابر لخلطهم الدين بالسياسة. وفي ميدان ربيع العدوية بالقاهرة تسلح مؤيدو مرسي بالعصي والشوم رافعين شعار الشرعية خط أحمر، وهددوا بسحق كل من يفكر في الاقتراب من قصر الاتحادية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيارات يقودها أعضاء بجماعة الإخوان تستخدم لنقل أسلحة غير مرخصة وزجاجات مولوتوف إلى المعتصمين في رابعة، وحلقت مروحيات القوات المسلحة في مختلف المحافظات لمراقبة الأوضاع الأمنية، واستقبلها المتظاهرون بهتاف الجيش والشعب إيد واحدة.